السلام عليكم الناس كل شيء تكونوا لاباس وان شاء الله جاوكم باهي. ريت قبيله بوست نتاع هيدي زعيم ستوري نتاع هيدي زعيم معني مهبط اللي ما فهمه حتى مشكله بيني وبينه واللي كل شيء مريكل. قبل كل شيء نحب نقول لكم راهو معني هيدي زعيم من الناس اللي وقفت معايا في كارييري باش ما نقولوش معني انا خدمت على روحي وهو كان الميديا اللي معني اكسبوزيني للعبيد وانا مشيت لهم بموزيكتي معني وين وين الناس الكل ربحين هو كونتوني معني ما محبش نقولها بسنس خايب ما هو كونتوني يخدم بيه وانا ذاك بلاتفورم معني وراني للعبيد الاكثر عبيد مي المشكلة اللي هو اللي كي انا وليت ما عادش نتعدى وذاك الشوا متاعي انا ما عادش نتعدى عندي 3 سنين ولا 4 سنين تو خديت القرار هذا اللي انا ما عادش نتعدى خاطر ما عادش فما بلوس معني في التلفزة في انترفيواتي ديجا تنجموا تشوفوا انترفيواتي الكل تلقاوهم كيف كيف و قلت لكم المشكله ولات في انا هكا حسيتها يعني نحكي ما حكيتش معه ما حكيناش نحنا مي انا حسيت هكا المشكله اللي ولا معني ما تجيش فما عباد ياخذ في تروفي خاطر قاعده تجي وقاعده فهمت مانيش راني نشكك في نجاح الناس اللي خداو تروفيات مي زاد فما عباد برجوليه كل عام ياخذوا في تروفي راهم زايدين وهادي صعيب يعرف على شكون نحكي وهما يعرفوا الواحد على شكون يحكي فما ناس باينين فلان ما شاء الله عليه سنة خدم برشا وهبط برشا موزيكا وخذي تروفي متاعه وفما واحد اخر كل عام يتبع معني كل عام موجود مع كل نجاح تولي كيرا وبيرسونيل معني يولي خطره هذاك صاحبك ولا خطره هو اقرب لك مني انا خطره هو يجيك بورتون حاسيلو هذيك هي المشكلة ولات بيرسونيل معناها ولات انت ما تجينيش ما تاخوش تروفي هذاك انا اللي ما حبيتوش في هذي زعايم وهذه هي الحكاية راي وهي بارسا معناها لا نجاحي مربوط بيه لا مربوط بحتى حد اخر فهمت.